فكرة الألبوم لما جت فكرة إن الألبوم بتاع ياسمين بيتعمل يعني، فأنا قلت لتامر حسين لما قال لي بصراحة، قلت له أنا طبعا معاك، لأن ألبوم ياسمين علي ده يعني دي خطوة مهمة جدا لياسمين، والناس مستنياها في الشارع فعلا، وإن شاء الله هتحقق نجاح كبير جدا. وقبل كل ده هي تستاهل كل خير، لأن هي فنانة كويسة جدا وشخصية زي العسل يعني، فربنا يا رب يكرمها ويكرمنا معاها إن شاء الله في الألبوم. بس هو مفيش عدد محدد، بس مبدئيا احنا في كذا أغنية ابتدينا نشتغل عليها دلوقتي، ولو عملت لها الألبوم كله أنا ما عنديش مشكلة. الأغنية الجديدة اسمها ما بتملش، دي أغنية مقسوم فيها حب كده من نوع جميل قوي، وحب بريء قوي، وحب احنا مفتقدينه في الفترة دي. هو الموضوع عمره ما كان بالأسماء قد ما كان بالعمل الفني. احنا لو عملنا عمل فني محترم هيوصل للناس ايا كانت اسامينا. وده مش اول تعامل مع ياسمين، انا عملت لها قبل كده اغنية استنى ايه، كان تتر مسلسل بيت السلايف، وكنت غنيت انا وهي دويتو في اغنية كتير من حكايات تتر النهاية في المسلسل، وعملت لها تتر البداية كمان اسمه هروب. يعني اغنية استنى ايه دي كانت اغنية جوه المسلسل، فاشتغلنا مع بعض حاجات كتير. بس بجد الالبوم دي هتبقى خطوة مهمة جدا ليها، وان شاء الله يفرق في حياتها كتير، لان هي بجد تستاهل تكون في المكانة اكبر من اللي هي فيها بكتير. كمان انا اكتر حاجة يعني بسطتني جدا السنة دي الحمد لله، ان كان في اغنيه مثلا زي جابوا سيرته الاصاله، دي كانت معايا بقالها سنين كتير 13 سنه وما كانش حد خدها، وكنت انا لسه مقتنع بيها الاغنيه، واصريت ان هي دي هتبقى في يوم من الايام حاجه مهمه يعني، وكنت على قد يعني ايماني بشغلي وباعمالي يعني. الحمد لله ربنا كرمني بنجاحها، والسنه دي برضو ربنا كرمني بنجاح حب وجنه لشيرين، وكليب اللي نزل السنه دي، وكرمني مع حمائي، وكرمني مع تامر عاشور وديانا حداد، كل الشغل اللي نزل الحمد لله ربنا كرمني فيه. انا عايز انزل بشكل بس يليق بالاسم اللي انا بتعب عليه قوي كملحن، وما ينفعش ان انا انزل اغنيه في الاخر ما تحققش النجاح اللي انا نفسي فيه كمطرب، وانا الحمد لله بحقق النجاحات دي كملحن. ده انا فعلا بحضر ليه دلوقتي، وعشان بس البرنامج انا ما كنتش عايز ابتديه غير لما اعمل اغنيه عمر سمك. عمر سمك ده المطرب اللي كسب في سيزون 1، ولقيت ان في ناس كتير جدا عايزين يقدموا في سيزون 2، ولقيت ان الحمد لله الموضوع ممكن يبقى فعلا كبير. بس كنت بعمل بقى الحاجات الاساسيه الاول، كنت باسس الشانل بتاعتي على اليوتيوب، مضيت مع شركه اي ميديا عشان تبقى هي ماسكه لليوتيوب، وهي شركه محترمه جدا بصراحه، وهتبقى برضو تدعم فكره اليوتيوب، لان احنا محتاجين كل الاصوات اللي عايزه تقدم صوتها، مش لازم بس اللي يكسب هو اللي يوصل للناس. كل حد هيقدم صوته معايا هوصل صوته على قد ما اقدر للناس عشان تبقى بدايه كويسه، ويا رب ابقى اعرف اعمل كده فعلا.